مكالمة أخرى وغادي ناخذ سعاد من طاطا. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دايرة الأخت سناء لاباس؟ الحمد لله بارك الله الحمد فيك. الله. الله يبارك فيك سعاد. عندي شي شيوات نقدمهم للمستمعات. بالنسبة للأخت اللي كانت طلبات صابلي كيعطينا كمية كثيرة. نعطي واحد العجنة كتخرج تقريبا 3 كيلو. أيوة وهي تشكل بها. أيوة وهي تشكل بها. بالنسبة للمقادير عندنا 4 ديال الزبدة. جوج كيسان ديال السكر كلاصي. جوج كيسان ديال الزيت. جوج صفار ديال البيض، ثلاثة ديال البيضات، شوية يعني راس معلقة ديال الخميرة ديال الحلوة، كاس ديال الكوك مطحون، جوج معالق ديال لاكخيم الغبرة ديال لاكخيم باتيسيير، إيه كريمة الخلال حسب أيه ودقيق حسب الخليط. ربعة ديال الزبدة في العجين ديال الصابلي وجوج كيسان ديال السكر كلاصي ياك وقلتي لنا شحال ديال الزيت؟ جوج كيسان ديال الزيت. جوج كيسان ديال الزيت ايه وجوج صفار ديال البيض. صفار ديال البيض وثلاثة ديال البيضات كاملين ايه وشوية راس معلقة ديال الخميرة صابلي ما كيبغيش الخميرة بزاف. راس معلقة ديال الخميرة الحلوة. اها كاس ديال الكوك مطحون. وجوج معالق ديال البودرة ديال الكريم ايه الكريمة الحلويات. اها ودقيق حسب اللي غادي كفانا. واخا. هذه العجينة عندي واحد البسبوسة باللبن. هذه بسبوسة تركية كيسميوها بسبوسة أسيل. هي كتجي في المذاق زوينة وكتجي راقية. بالنسبة للمقادير عندنا نص كيلو ديال السميدة رقيقة. كاس ديال الكوك. كاس ديال اللبن. كاس ديال الزيت. جوج خمارات. جوج بيضات. نص كاس ديال سنيدة. شويه ديال الزعفران. هذا الزعفران هو اللي كيعطيها هذاك لوغو مختلف شويه. زعفران شعره ايه كنخلطوا الكل في مونينيكس. نص كيلو تسميده رقيقه وقلتي لنا كاس ديال الكوك وكاس ديال اللبن كاس ديال الزيت وجوج خمارات ديال الحلوه وجوج بيضات كاملين ونص كاس ديال السنيده ونص كاس ديال السنيده وشويه ديال الزعفران شعره ايه. هذا الزعفران هو اللي كيعطي واحد لوغو مختلف كيجي تركي شويه فهمتي كنغيروا في المذاق كنخلطوا الكل في مولينكس ونديروا في المول بعد ما دهناه بالزبده ورشيناه بالسميده كناخذوا لاكريم باتيسيير كنديروها في الجيب الحلواني. المهم لاكريم باتيسيير راه اغلبيه ديال النساء يعرفوا كيفيه التحضير. كنديروها في الجيب الحلواني وفوق هذيك البسبوسه كنبقى كنديروا وريدات لا ماشي وريدات كنديروا خطوط في الطول وخطوط في العرض حكي كيعطيونا بحال الشكل ديال الكاروات كنحكيو على كاروات كندخلوها كطيب من بعد كطيب كنخرجوها وكنسقيوها بالسيرو ديال الليمون واخا فهذوك الكاروات يمكننا نديرو شويه ديال البيستاج او اللوزة او الكاكاو كتجي كتعطي منظر شويه زوين اي ديك الكريم باتيسير كتحمر وديك الساعه نسقيوها بالعصير ديال الليمون سيرو ديال الليمون كتجي راقيه بزاف واخا عندي واحد الكيكه بالكاكاو اي تفضلي كاكاو والبنان ثلاثه ديال البيضات جوج كيسان ديال سنيده واحد فاني شوية ديال الملحة 120 غرام ديال الزبدة مذوبة 4 المعالق ديال الكاكاو 90 غرام ديال الدقيق ما يعادل كاس ما عمرش بزاف كاس ديال العنبة ما عمرش بزاف وجوج خمارات اللوز مهرمش يمكن لينا نعوضوا اللوز بالكاوكاو او لا بالقرقح او لا بالزبيب جوج ديال البنانات كنمعكوهم مزيان. بالنسبة للطريقة كنخلطوا ثلاثة البيضات مع جوج كيسان ديال السنيدة والفاني في مولينيكس شوية ديال الملحة عاد كنضيفوا لهم زبدة مذوبة وربعة المعالق ديال الكاكاو وتسعين غرام ديال الدقيق وجوج ديال الخمارات عاد كنضيفوا اللوز اللي عندنا أو الزبيب على حسب الاختيار عاد في الأخر آخر حاجة كنضيفوا جوج بنانات معوكين ايه واخا كتجي هاد الكيكه كتجي زوينه كتجي معلكه من الداخل الا بغينا نثبتوا هذاك اللون ديال الكاكاو يمكننا نضيفوا راس معلقه ديال القرفه ايه راه كتجي في المذاق هائله. بالنسبه للتزيين فاش كطيب كنخليوها تتبرد وكندردروا عليها سكر كلاصي ونزينوها بقطع ديال البنان مدور. تبارك الله عليك سعاد مشكوره على هاد الاقتراحات. ايه تفضلي كلاصي هي سهلة بزاف وزوينة في الصيف.
شنو فيها؟ الطبقه الاولى عندنا جوج ديال الباكيات ديال البسكوي ديال 100 غرام، كنطحنوه مزيان، كنضيفوا عليه، تنخدموه بالزبده، تنرملوه بالزبده مذوبه تقريبا 4 المعالق ديال الزبده مذوبه، تنديروه في المول ديالنا اللي كيتحل من جناب. اييه لبسوه المول اللي كيتحل من جناب. اييه وكندخلوه كندخلوه للفران تقريبا 10 دقائق، كنخرجوه كنخليوه كيبرد، وكنوجدوا الطبقه ديال الكلاص 100 غرام ديال كريم شونتيي غبره، كنطلعوها بكاس ديال الحليب يكون بارد. ايه وحنا تنطربو تنزيدو الحليب المركز المحلى، واحد ديال ياغورت فاني وجوج ديال الفاني. يمكن السيدات يديروا الطبقه يقسموها مثلا على ثلاثه ديال 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 لي كريم، ويديروا النكهه اللي بغاو. اييه يعني اولا اللون يمكن يمكن هذا الخليط ديال الشونتي بيض نقسمو على ثلاثة ونعطيو نكهات والوان مختلفين. كنديرو كنخويو الطبقة الثانية على الطبقة الأولى وكندخلوها للفريكو. اييه تندخلوها للفريكو حتى كتكلاصا، مثلا كنخليوها ليلة كاملة. صافي عاد كنقدموها تزيين، كيبقى الاختيار لكل سيدة. يعني كيف ما قلتينا اما هاد الكريمه كلها نديروها فوق هاد البسكوي وتتجمد مزيان وتبرد، ولا ممكن نقسموها على جوج ولا ونديروها كطبقات ونخلي كل طبقه تقبط راسها شويه ونديروا التاني. هذاك الروح ديال الفريز مثلا او ديال الكراميل ديال البيستاش كتجي زوينه، وتيبغيوها حتى الدراري الصغار تيبغيوها، وغير مكلفه. يعني شحال من وحده كتبغي تصايب الكلاص وما كتزعمش، كتقول يمكن راه طريقه صعيبه او لا. تبارك الله عليك، شكرا.